كامرو، شو عم تعملي هون؟ ولا شي. كنت عم اتمنى انه يكون كل شي مثل ما كان من قبل، لو انه ابي كان بالبيت وانت تكوني معي كمان، لو نشوف الصور القديمة سوا ويقعد بابا يحكي لنا عن أمي. يا ريت لو إنه ما عشنا كل هدول الشغلات. بعرف إنه ما في شي رح يرجع مثل ما كان، بس بوعدك إنه عوضك عن كل شي. رح نكون مبسوطين عن جد. اختي، انا ماني حاسه انه رح نكون مبسوطين بحياتنا ابدا. خليهم يقولوا شو ما بدهم ويعملوا اللي بدهم اياه، ما رح يقدروا يخلونا نسعد. انا اشتقت لبابا كتير اختي. وأنا كمان كتير اشتقت، وأنا كمان اشتقت له.